أكدت الدكتورة ريم جعفر طبيب مقيم في مجمع السلمانية الطبي خلال استضافتها في برنامج بكم نعود، أكدت على أهمية أخذ الجرعة المنشطة من التطعيم المضاد لفيروس كورونا لما له من دور فعال في التصدي للفيروس. بالنسبة للجرعات المنشطة، هي الجرعات المنشطة ليش تم إيجادها أساسا؟ أولا السبب الأول إن هي راح تعزز القابلية الجسم المناعية وتحفز الاستجابة المناعية تجاه للتطعيمات بشكل عام. أوكي، بحيث إنك أنت جسمك تلقى مثلا جرعة أو تلقى جرعتين، أوكي، فيكون هو أوريدي محضر، الجسم مهيئ كجهاز مناعي مالك مهيئ. لما أنت تعطيه جرعة معززة، أنت قاعد تسوي لي بس مجرد يبوست الإميونيتي ماله، بحيث إنه لما يتعرض الجسم مثلا إلى الفيروس على سبيل المثال إلى فيروس الكورونا، حتى استجابة الجسم في التصدي إلى هذا الفيروس تبدأ بشكل أسرع، لأنه هو أساسا الجسم مهيئ، وأنت في هاي الوقت بعد عطيته وزيت من فعالية التطعيم اللي أنت قاعد تعطيه.